السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف نتعرف إن شاء الله في هذا الفيديو على إضافة أو كومبليمون يمكن تحميله وإضافته إلى البويربوينت، يعني يعطيني إمكانات ومجموعة من الأدوات يمكن أن أستعملها في العروض الخاصة بي. مثلا كما تلاحظون هذا العرض أو هذه الصورة الانفوغرافيك، يعني مجموعة من المعلومات تتضمن، يعني إذا أردت أن أبحث على هذه النماذج أو أن أقوم بإعدادها، يعني خصني واحد المدة طويلة، مدة من الزمن، والأكثرية منا لا يجيد الانفوغرافيك أو لا زال من المبتدئين. إذا المكمل فهو أو هذه الإضافة، هذه البويربوينت كتخليني نقدر نقوم بتحميل مجموعة من الانفوغرافيك مثلا كما تلاحظون. يمكن أن أقوم عليها بإضافات، يعني نقدر ندير عليها إضافات كما تلاحظون. عندي اختيارات كثيرة جدا، يمكن أيضا الكتابة على هذه النماذج، كتابة لأي شيء يمكن كتبه عليها كما تلاحظون. يعني إذا بغيت نصمم واحد النموذج بحال هذا غادي يخصني واحد المدة زمنية لا بأس بها. أو أيضا نماذج كالآتي كما تلاحظون، يعني جميلة جدا، يمكن استعمالها في عروضي أو ديزيكون أيقونات يمكن أن استعملها، أو صور أيضا، مجموعة من الصور ذات جودة عالية. فالمكمل اسمه أي سلايد، يعني كيخول لي التحميل ديال مجموعة من الأشياء كما تلاحظون. غير بالنسبة نقدر ندير فخي، يعني اللي بالمجان كيطلعوا لي اللي بالمجان، يعني واحد العدد تقريبا كما تلاحظون هنا 500، يعني واحد العدد راه كبير جدا. نقدر نختار أي شكل أو أي نموذج يعجبني نشتغل عليه بلا ما نبقى نتسرى في المواقع ونبقى نقلب. دائما اي نموذج نقوم بالتحميل ديالو. هنا عندنا فيكتوريال، هنا عندنا لي زيماج، بيبليوتيك دي زيماج، ايضا اختار اي صورة كما تلاحظون، فهي صور جميلة جدا، عدد كبير من الصور يمكن الاشتغال عليها بالضغط عليها اقوم بتحميلها. عندنا ايضا ليزيكون عدد مهم جدا يمكن اضافتها كما تلاحظون، مجموعة من الايقونات يمكن الاشتغال عليها. ايضا عندنا دياغرام انتليجون، نماذج كثيرة ايضا. دائما اذا رأيت هذه العلامة يعني مدفوع اضغط على فيلتر ثم اضغط على فخي، يعني بالمجان. عندي نماذج ايضا، مجموعة من النماذج الجميلة اضغط عليها ويتم تحميل النموذج. دياغرام ايضا بيبليوتيك، دائما فري، نماذج كثيرة. بيبليوتيك دي كولور، الالوان. بيبليوتيك تيماتيك، دائما عند رؤية العلامة بخوميم أضغط على فري. و بيبليوتيك دو سلايد، يعني دون اللجوء والبحث دائما في المواقع، فهذا المكمل دائما عندي في البويربوينت أبحث من خلاله وأقوم بالتنزيل مباشرة على البويربوينت أو على الديابوراما أو ديسبوزيسيون التي أريد. ومن الأفضل دائما لكي لا أبحث ثانية دائما أضع نسخة لأي شيء قمت بتحميله، أضع نسخة له في مجلد
أو في مكان ما معين للاحتفاظ به. كما قلت لكم وكما تلاحظون اسمه iSlide. عندما أقوم بتحميله من الإنترنت iSlide أجده هنا عندي. يكفي أن أبحث في جوجل، أكتب iSlide ثم ألج إلى الموقع وأقوم لي بتحميله. كما تلاحظون تيليشارجي، فأقوم بتحميله. تيليشارجي مانتونو، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.